AM بالعربي. دائما بيكون عندك فكرة، حلو، فكرة. هلا الفكرة هاي عبارة عن ايش؟ تحكي لي يعني تقول لي فكرة، عندي فكرة. ايش يعني فكرة؟ شو يعني فكرة؟ الفكرة هي عبارة عن اشي انت بتطمح في المستقبل يصير، تمام؟ ف ايش الاشي هذا؟ ممكن يكون لعبة، ممكن يكون تطبيق، ممكن يكون بدك تتزوج مثلا، فكرة. ممكن يكون شو بدك يصير معك فلوس مثلا، فكرة. هلا اي فكرة إلها آلية تنفيذ، اوكي، آلية تنفيذ. احنا بدناش ندخل بالفلسفة، بس بدي اعطيك الابستراكت، انت كيف تفكر في ابستراكت، تمام؟ هلا في ناس بجوز يروح يعمل رسالة دكتوراه على كلمة فكرة يعني، اوكي، بس تفكر. احنا في مبرمجين اشخاص فلاسفة، اوكي، عندنا فلسفة. الفلسفة هاي بتفيدك في حياتك، انك تيجي تفكر في الاشي كاشي مجرد، يعني بالعربي تشلح الفكرة، بتصير ابستراكت. يعني شو بدي احكي لك؟ عندك شجرة بس يصير خشب بس، فهمت علي؟ هاي الفكرة. الفكرة الموجودة هنا هي عبارة عن طريقة، اوكي، لتنفيذ شيء في المستقبل. يعني بدي يكون عندك هدف، اوكي، بدي يكون عندك هدف. للهدف عشان تنفذه، عشان تنفذ الهدف، اوكي، لازم تحط خطة تنفيذ الهدف. يعني تعمل زي خطة. هلا على سبيل المثال فكرتك عبارة عن تطبيق. تطبيق، اوكي، تطبيق، اوكي، اب. هلا الاب هو عبارة عن برنامج. شو راح يكون فيه؟ والله انا مثلا في عندي دخول، في عندي مثلا تسجيل، في عندي مثلا دفع، في عندي مثلا طلباتي، مثلا تتبع الطلبات. باجي بحلل الفكرة الموجودة عندي، بحللها. يعني باجي الفكرة موجودة عندي بحللها، بعملها زي analysis، بقسمها لمربعات، boxes. هلا بعدين باجي بحدد مين الأشخاص اللي راح يستخدموا هذا التطبيق. فبحدد الأشخاص، يعني والله في عندي شخص مثلا مستخدم، في عندي مثلا شخص رسمنا له كرون، اوكي، مدير مثلا، في عندي مثلا مورد، في عندي مثلا بائع، اوكي، في عندي مثلا مشتري. هلا تيجي لكل واحد فيهم، شو بده يعمل في السيستم، في النظام اللي عندك. فبمسكهم واحد واحد. مثلا عندي المشتري، شو راح يعمل؟ يشتري، شراء، ممكن يعمل بيع، تبديل، ممكن يعمل، طبعا بده يعمل دخول، تسجيل، طلب، اوكي، طلب مثلا، طلب. تحدد كل شخص شو بده يعمل. هي حددنا الاشخاص اللي راح يستخدموا النظام. هلا باجي للمشتري، اوكي، بشوف المشتري اللي عندي شو راح يعمل. يعني مثلا المشتري اللي عندي راح يكون بالعمليات اللي احنا بنرسمها. بعدها بتيجي بتحدد هذا الشخص المشتري شو راح يعمل في النظام. برسم الشاشات، ببلش ارسم خرابيش، كلها خرابيش، يعني مش شيء واقعي، بس بكون انا عامل برين ستورمينج للفكره، يعني احلل بالفكره. فباجي بحكي اوكي، في عندي المشتري، اوكي، راح يشتري، بس قبل ما يشتري لازم اسجل، يكون عندي في شاشه مثلا فيها تسجيل دخول. بعد ما يسجل مثلا راح يروح يعرض مثلا الصفحة الرئيسية،
مثلا طلباتي، راح اعطيه طلباتي، شراء جديد، بحث، ما الى ذلك. اذا بكبس مثلا على زر البحث، راح اخذه مثلا على خيار البحث في المنتجات مثلا. اذا بكبس على زر الاصناف مثلا، راح اخذه على صفحة اعرض فيها الاصناف. تمام. اذا عندي مثلا صفحة طلباتي السابقة، راح اعطيه مثلا الطلبات السابقة والحالة تبعت كل طلب. اوكي. فانا ببلش ارسم في الفكرة الخاصة عندي. هاي احنا مسميها موك اب. اوكي. موك اب يعني يعني خرابيش بالانجليزي، بس يعني مخططات سكتشات، يعني سكتش اشي على السريع. هلا هاي بداية الفكرة. لما يكون عندك شيء زي كذا، اوكي، شيء زي كذا اخوت المصريين، زي شيء زي كذا السعوديين، اوكي، شيء زي هذا، اوكي، بكون عندك المخطط المكب. هلا بعد هاي الخطوة بنبلش شغل. ايش الشغل؟ الشغل بيكون عبارة عن، ممكن يكون رسم. يعني مثلا اعطيكم مثال، هاي عندنا تطبيق مثلا عشان ما نحكي في الهواء، نورجيكم مثال احنا في الشركة شو بنعمل. اي جرين باك اند، مشروع مثلا. اوكي تمام. عندي مثلا هذا المشروع، حلو، هاي هذا المشروع. هلا شايفين هاي الخرابيش الموجودة، اجينا حولناها لشاشات. ها شوف كيف، شوف يا حبيب الفن، شوف، شايف كيف؟ هاي عندي هذول الشاشات. هلا هاي هذا موكب، بس موكب فيرجن 2، يعني هذا رسم، بس رسم بوضح لك فيه بالضبط شو محتويات كل شاشة. اوكي، رسم. مين بيكون في هاي الخطوة؟ احنا في الشركة مثلا اللي بكون فيها بالتعاون ما بيني وما بين المصمم، نعمل اشي زي هيك. حلو. ما بيني انا ك سولوشنز اركيتكت، مهندس حلول، وما بين المصمم بنعمل اشي زي هيك. هلا هاي الرسمات بنورجيها للزبون، بنحكي للزبون تفضل نورجيك شو عملنا. هل التطبيق اللي عندك تبع، بعد ما يعطينا كل المتطلبات مكتوبة، يعني بكون بعطينا زي متطلبات مكتوبة بتكون عبارة عن صفحات شرح اوكي شو بده يعمل كل يوزر، شو بده يعمل. هلا نحن بنمسك هاي المتطلبات بنحولها لشاشات. في الالعاب نفس الشيء، في التطبيقات نفس الشيء، في المواقع نفس الشيء. اوكي. هلا كل صفحة من هاي الصفحات بنعطيها بهذا الشكل، يعني اوكي بنعملها هيك، بعدين نيجي بعد ما نيجي بنعمل اصدار واحد، بعدين اصدار اثنين مثلا، اصدار ثلاث. على كل، هلا بنبلش في الشاشات. والله هاي شاشة الدخول مثلا، تمام، هيك راح يكون شكلها. لما بكبس على هذا الزر، وانا راح اشوف كيف الشكل. هلا هذا الشكل لما نوصل لهاي المرحلة اللي انتم شايفينها هنا، تقريبا يعني بناخذ على سعر الشاشة الواحدة كتصميم، لنوصل لهاي المرحلة تقريبا الشاشة الواحدة بتكلف حوالي $50 الشاشة الواحدة. يعني لو التطبيق اللي عندك فيه 10 شاشات كتصميم فقط، كتصميم يعني بعطيك تصميم زي كذا، تقريبا بكلف $500 اذا كان مثلا 10 شاشات، لانه 10 في 50 هاي $500. اذا التطبيق عندك 20 بكلفك تقريبا $1000 كتصميم، يعني كشاشات. شايفين كيف الشاشات هاي كلها عبارة عن شاشات. هلا الان بس توصل عندك موك اب وعندك تصميم، صار عندك فكره. تمام. الان صار عندك فكره، هاي هي الفكره في البرمجه. تمام. انسيك من الجامعات، الجامعات هبل، ما بعلموك هيك، الجامعات ما بعلموك هيك. هيك احنا بنشتغل في الشركه، وهيك صرنا 8 سنين بنشتغل مع الزبائن. عندي فكرة. شو فكرة؟ هاي الفكرة ورجتك اياها. شايف كلمة فكرة؟ كل الشرح اللي شرحناه بيحكي بس عن الفكرة. فالخطوة التالية بعد الفكرة اللي هو البرمجة طبعا. نبلش نبرمج في هاي الفكرة، ونشتغل على الفكرة، وننفذ بهاي الفكرة. تمام. فهاي هي الخطوة الأولى يعني اللي احنا بنقوم فيها عشان الفكرة. بتمنى يعني أكون وصلت الفكرة لإلكم. تمام.
اهلا اخي فادي احمد. الخطه الشامله من افضل الدورات في تعليم البرمجه باللغه العربيه، كل الشكر والتقدير استاذ احمد، شرح مفصل وممتاز ومراجعه ممتازه للدوره. شكرا لك يا اخ فادي. كيف اشتري الدوره لكن ما عندي كرت الكتروني؟ بامكانك صديقي يعني تشتري الدوره عن طريق التحويل البنكي، وسترن يونيون، ماني جرام، الدفع الحوالات، في دفع في مصر، دفع في تركيا، في وكلاء في السعودية. يعني مش شرط تدفع إلكترونيا، ممكن تدفع مش إلكترونيا. يمكنك الآن البدء معي بالخطة الشاملة لتعليم البرمجة، وهي خطة شاملة لتعليم البرمجة للمبتدئين من الصفر وحتى الاحتراف. فخلال 4 شهور فقط ستتمكن من عمل أكثر من 30 تطبيق وموقع ولعبة من خلال خطة تدريبية شاملة قمنا بتجربتها على أكثر من 1000 طالب حول العالم. قم باستغلال هذه الفرصة واحصل على خطة تعليم البرمجة الشاملة خلال 4 شهور عن طريق بناء أكثر من 30 موقع وتطبيق ولعبة. اقرأ زر التسجيل الآن ولنبدأ هذه المغامرة الشيقة والممتعة والرائعة معا. السلام عليكم.